بعد نحو أسبوعين على إعلان رؤية 2030، السعودية تبدأ خطواتها العملية بهيكلة وزارات وهيئات حكومية. الأسهم السعودية تتفاعل إيجاباً مع حزمة التغييرات وتسجل مكاسب تتجاوز 1%. المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي يقول إن أولويات سامة هي الحفاظ على الاستقرار المالي والادخار وتطوير الكوادر البشرية، وذلك لدعم المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030. مجلس الوزراء المصري يوافق على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع وفقا لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.